ماذا بعد؟ وانا بقى تحديدا عايز اروح لماذا بعد في المنتخب الوطني واناقش معاك جزئيه مهمه. الجدول نزل بتاع الله الدوري الله والطحن من يوم 4 هعرضه لك، من يوم 4 لحد يوم 27 28 الفرق اغلبها هتلعب ماتش كل 3 ايام او 4 ايام. الزمالك الاول هيلعب الاهلي هيلعب اسف يوم 4 8 مع وادي دجله، وبعديها الزمالك هيلعب يوم 7 8 مع غزل المحله، ومن هنا تبتدي حكايه ال 23 يوم من يوم 4 لحد يوم 26 او 27 اخر بطوله الدوري. هتقولنا اللي بعديها. بص كده بقى الدوري يخلص ايه؟ 26 27 ايه؟ 8. بص لي بقى كده يا كابتن عبد الظاهر على الحته اللي تحت دي، شايف المربع اللي تحت خالص ده المستطيل الطويل ده؟ قال لك ايه؟ الفتره من 30 8 ل 7 9 معسكر المنتخب الوطني الاول، وده معسكر من المعسكرات المهمه جدا. قول لي بالله عليك اللعيبه اللي هيستلمها الكابتن حسام البدري من بعد الشهر ده تبقى عامله ازاي؟ مش عارف كده بصراحه، والله والله ما عارف، والله ما عارف ارد. هيستلم لعيبه بالبلدي كده؟ مش عارف ارد عليك. مفروله. طب ايه لعيبه الاهلي اخبارها ايه؟ لعيبه الاهلي نشوف من امتى بيلعبوا؟ واللعيبه اللي يعني طاهر محمد طاهر ده هتعمل معاه ايه؟ هتلعبه امتى؟ عثمان ده لو جه النهارده هيلعب ازاي؟ اكرم توفيق ما شاء الله عليه باذل مجهود رهيب جدا. فنتوقع اصابات طبعا. نتوقع اصابات، وهنا بقى يجي اللايف ستايل بتاع اللعيب. وده الشيء المهم، ان احنا كاعلام او في اي نادي او في اي بتاع لازم يخلي بالهم من اللعيبه كويس جدا وهو عايش ازاي. ما انت برضه بتتكلم اهلي وزمالك هياخدوا بالهم، بس انا ما بتكلمش في كده برضه. الكابتن عبد الظاهر هستلم لعيبه، انت كنت نجم كوره كبير وعارف القصه، لما يبقى عندك ضغط ماتشات بالشكل ده انت يعني احنا عاذرين والموقف وبتاع وكل الكلام ده كله ما هنحطه على جنب. انا دلوقتي اتكلم على واقع، انا عندي لعيبه. كارترون لاعب الناشئين، كارترون ما هو الزمالك بقى له شهر وشويه. ايوه بس هو بيحضر ان هو ممكن يحتاج الناس. فاهمني؟ عامل بلان. خلي بالك انا سمعت وانت بتقول ان هو لاعب الناشئين. لاعب الناشئين وده مسج يقول ان انا ممكن احتاج ناس في فتره معينه لان الضغط كله هيلعب. انا الخوف من الاخر كده يحصل اصابات. اكيد مش هيحصل ده اكيد، وبالتالي احنا كمنتخب مصر هنضر ضرر غير طبيعي. طبعا يعني طبعا اللي بتكلم فيها يعني انا طبعًا. ببص بمصلحه الاعم، كل فرقه من حقها انها تبص على نفسها طبعًا. كل جمهور من حقه ان هو يبص على مصلحته اكيد، والجماهير هتبقى قلقانه وخايفه على فرقتها. بس انا بتكلم من منظور تاني له علاقه بالمنتخب ده، هيعمل ايه الراجل يعني؟ هو احنا بنلعب الدوري دي عشان منتخب مصر، عشان المنتخب. فالكابتن حسام الله يكون في عونه يعني. اهم حاجه لما اللعيبه تيجي انا ايه بقى؟ ايه الموضوع يعني؟ الموضوع المنتخب الاولمبي خلاص بقى فري، ممكن تاخد منه. هي دي بقى اللي انا عايز اتكلم فيها، وشيء مهم جدا. هل الكابتن حسام هيحط شخصيته؟ بمعنى ايه؟ يعني يحط هويته. يعني بيلعب ب 4 2 3 1 من يوم ما شفت الكابتن حسام البدري وهو بيلعب ب 4 2 3 1 تمام؟ طيب احنا عايزين يبقى شكل منتخب مصر عامل ازاي؟ تعرف تقول لي كده؟ يعني كابتن جواري كنا خلاص، كان الناس بتقول ان كابتن جواري بيدافع صح؟ وده اصلا كانت غلط 100%. كوبر بيدافع. لا انت لو بتتكلم على الشكل بتاع الهويه، الكابتن حسن شحاته بيهاجم او بيلعب كره متوازنه. انت بقى كمنتخب مصر عايز تلعب ازاي؟ يبقى انت هنا اتحاد الكوره او احنا ككره مصريه في ايد واحد. طب ما انا اسالك السؤال المهم، قول لي شايف هويه المنتخب ازاي مع كابتن حسام البدري خلال الفتره اللي فاتت؟ ايوه اوكي، ما هو انت عارف. لا ما تقوليش اوكي، انا بديك سؤال تديني اجابه. لا انا مضمون الكابتن حسام دلوقتي لا ما حققش اي نوع من التكتيك اللي هو نقدر نقول ان شخصيه الكابتن حسام موجوده في الملعب لسه. ليه؟ 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 لاسباب كتير جدا اصلا. لاسباب كتير هو معذور فيها، بس انا المهم